سلام، كيفكن؟ اليوم الفيديو رح يكون soft spoken، ما رح يكون همس، لأنه حابة أحكي معكم بموضوع هيك. ما بعرف، حاسة إنه ما بيزبط مع الهمس يعني، فبتصير من البداية. طيب، بظن أغلبكن انتبه إنه آخر فترة ما نزلت كتير فيديوهات. وعدتكم كذا مرة إنه أطلع لايف، ما طلعت لايف حتى آخر فترة، آخر شي 10 أيام. حذفت كل شي، تطبيقات إنستغرام، تويتر، فيسبوك، كلهم حذفتهم من موبايلي. فحسيت إنه لازم أطلع هيك نحكي وندردش والقصص هاي، يعني بما إنه كتير عم تجيني تعليقات على القناة إنه ليش ما عم تنزلي فيديوهات وشو صاير والقصص هاي. فالفكرة إنه الشهر الماضي كتير 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 كان سيء بالنسبة لي على الصعيد الصحي والنفسي، يعني كتير 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 هيك كنت بحالة ما أنا منيحة. الحالة النفسية إنه كتير 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 هيك كانت جايتني موجة من الاكتئاب والقلق، ما كانت طبيعية أبدا. كانت عم تحسسني إنه ما بدي أقوم أعمل أي شيء، ماني قدرانة أعمل أي شيء، وهيك كل الوقت أفكار وقصص ودنيا. طبعا الموضوع له علاقة بكتير شغلات، أحدها شغلتين، هدول الشغلتين مواضيع صحية، والفكرة إنه هنن ما صعب ينحلوا وهنن بيسببوا قلق، وهيك يعني دويرة ما عم تنتهي. أول موضوع هو موضوع اللي بتابعوني على الإنستغرام بيعرفون أنا عندي متلازمة مبيض متعدد الكويسات. طبعا هو مرض مزمن، يعني لآخر عمر البنت ممكن إنه ظلم تعاني منه، والمرض متعب بصراحة، يعني كتير 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 له أعراض مزعجة. أحدها إنه كتير بيزيد الاكتئاب والقلق وهالقصص هاي، وكتير له أعراض أخرى يعني هيك بتأثر على هيك حياة البنت. والمشكلة إنه هذا المرض متلازمة المبيض متعدد الكويسات ما له سبب، بينتقل بالجينات من الأم للبنت. ويعني لحديت هلأ الحلول اللي عم بيلاقوها لإله يعني دوبة يعني هيك تحد من الأعراض الموجودة، بس يعني ما بيختفي المرض على الآخر. بس هلأ ما بدي أحكي كتير بتفاصيل هذا الموضوع، بدي أحكي بموضوع تاني اللي هو مسبب لي الاكتئاب الأكثر. الفكرة أنا بعاني كمان من مرض تاني، وهذا المرض أسبابه جينية، بينتقل بالجينات وراثة من الأم للبنت. فما بعرف إذا سمعاني فيه، هو بيصيب بس البنات، اسمه ليبوتيما. هو عبارة عن مرض جدا 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 مزعج، له 5 stages. ببلش يعني فجأة عند البنت، ممكن تكون هيك عايشة حياتها طبيعي فجأة تشوف الأعراض تبعيته، وبيتطور من مرحلة لمرحلة كمان بطريقة يعني هيك مفاجئة، ومن مرحلة لمرحلة كتير بتزيد حدة الأعراض والأوجاع والشغلات هاي. فأنا صار لي شي 2 سنين بعاني منه. أول شي ما كنت عارفة، أنا كنت فكرة حالي إني أنا بسام أسمان والسمن تبعي عم يتركز برجلي، وإنه شكل رجلي من تحت غريب والقصص هاي. بعدين رحت لعند دكتور فحصني وقال لي إنه أنت عندك ليبوتيما والستيج الأولى، وصرت وقتها أقرأ أكتر عن الموضوع. هيك كتير هذا الموضوع فوتني بقلق رهيب جدا، لأنه كل ما زاد فإنه بصير شكل الرجلين والجسم والقصص كتير بصير شكله غريب، يعني إنه تبعني لدرجة إنه مثلا المرحلة الخامسة منه إنه كتير بتشبه داء الفيل وهيك. وأنا كتير هيك إنه صرت إنه ليش أنا بدي مرض هيك مرض، يعني إنه تبعني أنا لساتني صغيرة وكتير بهتم بأكلي، كتير بلعب رياضة، جدا جدا بلعب رياضة. فقعدت هيك احكي له للدكتور، فصار يقول لي انه قد ما كنتي بتلعبي رياضه خلص هي يعني مو هو مرض جيني، فانه طريقه عمل جسمك هي قائمه على انها هي تخزن الدهون بهي المناطق، ومو بس دهون، التهابات، يعني هي عباره عن وذمه، بيصير في وزمات بالقدم او بالايد او بالرقبه او حتى بالفخذ والقصص هي، وبتبين انه هي في وزمات 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 وزمات، يعني بتبين هيك الرجل او الايد ملتهبه هيك كلها. هذا المشكله انه هذا الموضوع ما له حل الا انه الواحد يعمل عمل جراحي. فبالبدايه اول شيء كنت عم دور على دكتور
فالدكتور اللي شخصني هو دكتور عربي ما معه جنسية تركية، فما كان يعني ما بيقدر يعمل لي العمل الجراحي. وفكرة إني لاقي دكتور اختصاصي لبديما بإسطنبول ما كان شي سهل. بعدين وقت اللي لقيت هذا الدكتور بعد عناء طويل بسات مع موضوع كورونا والتسكير وهالشغلات هاي، فوقت اللي لقيته ثاني شوي المهم فوقت اللي لقيته أنا انتبهت إني أنا الموضوع زاد عندي، يعني إنه هو انتقل من إنه رجلي تحت لعند فخادي لعند المؤخرة، إنه صرت أحس إنه أنا الجزء السفلي مني عندي كله، مع إنه هو مثلاً إنه صرت أحس الجزء السفلي عندي كله ملتهب، يعني إني أنا عندي التهابات هيك معباية بجسمي. يعني قبل ما كان في وجع والقصص، ومن أعراضه إنه ببلش يصير كتير وجع وهيك. فهذا الشهر قضيت شي 10 أيام وجع ما قمت من الفرشة أبداً أبداً أبداً، ما قدر أقوم من عند حوضي وهيك لتحت لعند أصابع رجلي، وجع 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 مو طبيعي. فأول شي خطر لي إنه معقول بحصة شي بالكلية، كتير خطر لي شغلات. رحت على المشفى بالطوارئ، بعدين رحت شي لعند دكتور الأوجاع الظهر، شي لعند دكتور النسائية، ما في يعملوا لي كل شي تحاليل، إنه ما في شي واضح إنه هو هذا السبب. فقت حكيت مع الدكتور اللي أنا لقيته شعب لي بديمة، قلت له إنه أنا هيك 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 صار معي الوجع، عمل لي إنه ممكن من هذا من اللي بديمة، إنه هي كتير هي عبارة عن التهابات يعني بالجسم، فأحيانا يعني بيصير وجع مو طبيعي. فأنا على حظي كان كتير طويل، يعني 10 أيام كتير 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 كانوا هيك صعبين. فمهم فحسيت إنه خلص أنا عن جد لازم أعمل العملية، ولازم أعملها قبل ما أني أنتقل للمرحلة الثانية فيه والثالثة والرابعة. هلأ الاكتئاب تبعي والقلق تبعي كان بسبب موضوعين. أول موضوع أنه يعني ما في إنسان ما بيتأثر من شكل جسمه، يعني مثلا اللي بيحكي غير هيك أنا بحس أنه يكذب، يعني بالذات إذا شخص مثلا عن جد بيهتم بصحته، أني أنا كتير بأكل منيح، كتير بلعب رياضة وهالقصص هاي، طلع هيك انه كل هالتعب بحس انه تبع عنه مو على الفاضي، بس انه يا دوب انه هيك يعني نتائج جدا خفيفه. ايه انه فبتطلع هيك بصير بشك بيني وبين حالي انه معقول انا عم بعمل شيء غلط بالتمارين بالاكل بالكذا. بعدين هيك وقت بصفن انه انا يعني عندي مرضين كتير كتير بيأثروا على الوزن، بيعملوا التهابات وبيعملوا شغلات، فانه هيك يعني لازم هيك اروق حالي اكثر. لهيك يعني أحياناً بضطر أني فجأة أغيب، لأنه كتير بكون مكتئبة، كتير بكون عم حاول أنه هيك روق بيني وبين حالي، أنه هيك أتفهم يعني شلون بيصير بجسمي كل هذا. بس ما بعرف، كتير حاسة حالي هيك صايبني قلق وتوتر من هذا الموضوع. وأنا جد هيك يعني أنه أنتو بالذات بحس أنه بتعامل معكم بطريقة مختلفة، وما بعرف عن جد ما بعرف أو ما بعرف، هي بجوز مجرد شعور إنه الواحد هيك إنه الناس سمعته إنه هو عن جد تعبان، إنه هو عن جد إنه كتير عم يمرض كتير كذف، إنه ما بعرف عن جد يعني إنه كتير كان آخر شهر سيء جدا جدا من كل النواحي، وإنه طلع إنه يعني مثلا في عالم كتير إنه هي بتأذي صحتها بصير عندها أمراض وقصص وشغلات، لأنه بطلع أنه أنا جد كتير 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 بالي على صحتي، فأنه أنه بزعل أنه عندي هاي الأعراض، لأنه غالبا لما الواحد يشوفها أنه بتبين كأن واحدة عن جد كتير كبيرة بالعمر، لحتى أنه مثلا عندها الالتهابات الانتفاخات هالقصص هالكذا. المهم ما بدي طول أكتر بالفيديو، أنا عازفة أنه هيك الفيديو كله طاقة سلبية، يحاول قدر الإمكان هاي الفترة انه ننزل فيديوهات اكتر، لانه في حال تسبب موعد العملية فانا بعد العملية شهر كامل يعني راح اكون كتير حاطة هيك جرابات ضغطة وقصص، وفي وجع موجع على العملية اثارة ما بعدها، لانه هي عبارة عن التهابات طلعت من الجسم فبيتورم الجسم لحتى يرجع يتعافى، فموجع هي ما بعدها، فما راح اكون قادرة انزل فيديوهات، فبدي نزلكم فيديوهات قبل.
وبس بس انه هيك بشكل عام يعني. شكرا للي كمل الفيديو للآخر. مجرد انه انتو عن جد هيك تكتبوا لي دعوة حلوة هيك بالتعليقات، انا لحس انه تمام، انه كل شي تمام، وبس ديروا بالكم على حالكم.